يا عمي كيف ننسى المشروع؟ ما حضرتك قلت لنا هذا المشروع ضروري للبلد، كلهم كم طيارة عنا ما عم نعرف شلون بدنا ندبر لهم قطع غيار. صح، لهذا السبب في ناس فكروا مثلكم وشبقوكم. حتى هي مو مشكلة عمي، ويصيروا شركتين شو يعني؟ بالعكس المنافسة ضرورية، مفيدة للكل، مفيدة للناس. لك يا ابني، انتوا ليش ما عم تفهموا علي؟ طيب عمي ممكن تفهمنا؟ لك يا ابني، الناس اللي سبقوكم مالكم قدهم، مشان هيك انا رأيي انكم تطلعوا من الموضوع وتدوروا على مشروع تاني يكون على قدكم. يعني عمي حضرتك كمان خلص طلعت برا المشروع؟ ايه، لاني انا بعرف حدودي، وانتوا كمان لازم تعرفوا حدودكم ولا تحاولوا تكبروا راس، لانكم مالكم قد هالمعركة. لك هاي مو نهاية الدنيا، الشغل كتير، بعدين الكم عندي مشروع احسن ومضمون وعلى قدكم. شبعت بابا؟ الحمد لله. اميت صحة وهنا، يقبرني اللي عم يكبر. رح تصير طولي ولا؟